ميهوبك تسمعني؟ بيان سور عزيزتي. أوكي، لدرجة أني وليت نتناقش مع الناس اللي نعرفهم واللي نعرف أنه عندهم معلومات في الدين، ولو أكل قرآنيين ولو أكل ينكروا السنة. ايوه وي، أنا الناس اللي سقسيتهم أكل ولو يقولوا لي هادو أحاديث ضعيفة، هذه ما كانش منها، هذه ما تصلحش، هذه حاجة غير منطقية. وهذه هي، وين وصلتي؟ وراكي واصلة يا وراني راني في الخرجة. هذا واش حبيت نقول لك، وبارك الله فيك. وهذا خليت الشعب الجزائري يخدم عقله شوي. وهذا البحث راك ديريه وحدك سارة، ولا راك ديريه مع ما كاش على صديقات عندك، ولا وحدك؟ مع لافامي تاعي، مع صديقاتي تحكي لافامي تاعك. لي قراب مني، مثلا اختي، ماشي اي واحد، بيان سور كو مش اي واحد تقدر تحكي معاه الامور هذه. انت يا راكي شاوية ياك. نو، انا ماما قبيلية وبابا عربي. مرحبا بك كما انا سارة. مرحبا بك عزيزتي، وشوي كونتون كي تكون عندك الوقت نهار اللي تاخذي لا ديسيزيون كلش تكوني حاضرة. مرحبا بك عند عمك ميهوب، وحكي واش حبيتي. اوكي، يا ميرسي، بارك الله فيك. ميرسي ما شاء، يعطيك الصحة، شكرا. يا برافو، لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو هذا؟ السلام عليكم. سلام، وش راكم؟ طيب يا مدام. راني فريمون ايمي، لا بروميير فوا هكا لي نجوز ان لايف لي يكون فيه شحال راهم هكا ديكا. وانت يا مدام لا بريمير فوا تطلعي معنا، ولا تعرفينا افون؟ نو نو نو، هذه اول مره نطلع معكم. عندي من شهر رمضان وانا بديت مع جاك دايوغ، نقولو سالو جاك. جاك وحدو انت مليح ميهو، انا نحبك بصح جاك وحدو. ميرسي ميرسي. انا عندي 40، عندي 47 سنه في عمري، ام لزوج ولاد، عندي ولادي الكبيره في يونيفرسيتي والطفله صغيره نزلها في البريمير. كيما لا بلوبار اللي يجوزو عندكم، نشوف يجوزو هذيك المرحله تاع قرانيين تاع شحر وريتو فوايي. على الاج دو 19 انا درت الحجاب وكنت فريمون ملتزمه. ابخي كي وصلت 40 سنه نحيتو، وكان فريمون تحدي مع لانتوراج، لا فامي سورتو، ماشي حاجه سهله، لا فامي تاع الزوج جيتو. هذاك الوقت كنت مازالني قرانيه فوايي. ابخي عندي خويا الكبير، احنا 11 في الدار. فات خويا الكبير ديجا عنده فايت 60 سنه، فاهم، ولا وصل 60 سنه، بالك هو يسمع فيكم دوق. هو اللي هضر لي على ميهو، هضر لي على جاك لوفو. اي دوكو بديت باسكو بدا يقول لي شغل ميم القران سي با سا، شغل فيه بزاف حوايج جا كريتيكي فاي. احنا في الدار شغل عندنا هذاك، نقعدوا نتناقشوا. دايوغ ميم ماما عندها 76 سنه، مي عرفت تخرج لنا واحد الخرجات شغل كيما هذاك الرهان تاع باسكال. هي بدات هو الوغ كو ما قاريه ما والو، تقول لي على بالك يا بنتي علاش راني نصلي؟ نصلي الى كلات كلات، الى ما كان والو قال صلينا. فوالا. ولا عندكم اسئله؟ ولا باسكو راني فريمون ايمي، ما باليش كيفاش راني نهضر، وقيلا راني نتيري برك. بس خيرتي عليا جاك لوفرني، زعما نخلي معاك جاك. لا لا قلت لك، لا لا ميهو ما اكيد عادي تري بيان، اكيد عادي الله يسلمك، صحيت. فوالا عندي برك رابور. بصح ما حكيتيناش وين وصلتي، يعني اسكو تابخي دوكا وين وصلت؟ وين وصلت راني شغل نحس باللي ما باليش، ولا باسكو ما باليش، ولا باسكو تربينا باللي لازم يكون اله نعبدوه، ولا مي نخمم هكا شغل عقلي. شغل كيما كي كنا صغار نقولوا وهذا اوربي وشكون جابو،
فوي وهذاك وشكون تاني دونك دايما ما نقعد تقول دايما ما تقوليليش يعني لا ديسيجن تاعك ما راكيش كيما جاك، راكي كيما ميهو. تعرفي لا ديفيرونس، تعرفي لا ديفيرونس بيناتنا وبيني وبين جاك؟ وي بيان سور بيان سور وي. هو ملحد وانا مانيش ملحد. كيما تقول انت انا مازال ما لحقتش هذيك المرحله تاع الذكاء. عملت لا ديفيرونس الاخرى ميهو. اوكي تما راكي مازال يعني راكي ربوبيه ولا مازال ما وي 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 سي سا نعم وي. وهذا الشيء هذا خذت لك وقت كبير ولا هي خدا وقت؟ وي بيان سور ياخذ وقت، مي وي ياخذ وقت، مي نقول لك صح، انا شحرور عنده دور كبير في حياتي صديق. نحالي هذيك العقده تاع الذنب هذيك، وبيه اللي بديت نسيين نخدم العقل تاعي فوي. مي دوقا راني شت واحد كانت عنده غمه هكا وتنحات له، شغل نقولوا اوف تهنيه جوغني هكاك. كنت نخاف بزاف، نخاف هذاك عذاب القبر، نخاف زعما نروح للنار، نخاف دوك لا دوك ميم على ولادي مانيش خايفه. اسكو تي بارطاج افيك تي زونفون و تون ماك؟ شوف انا رجلي ريسامون باك اللي هدرت معاه في هذا الموضوع، رجلي قبيلي جاكا قبيلي بصح ما غندف فينا الماء ماشي كيما جاكا كيف كاع قبيلك فازي. بصح والله العظيم غير عجبني القران وايات تو على العبيد، على جوغ يقول لي وعلاش كي تكسري راسك بزاف، علاش يعني علاش تروحي بعيد في التخمام تاعك، يقول لي حنا نمشوا بليمانيتي تاعنا وخلاص، وهذا ما كان علاش تروحي بعيد زعما. يخاف يفكر. ورجلك سمع جاك ولا جام؟ عطيت له اسمع جاك بصح نقول صح جاك هو عجبو ميهوب كتر، شغل حسيتو مع ميهوب ما داش بزاف لي كريتيك. جاك دار بزاف لي كريتيك باسكو نفهمك، وعلاش جاك شغل دبدبو، شغل دخلو في حيط. انت شويه عندك هذاك التسامح وعندك هذاك الساركاز نتاعك وديك القصره وديك الضحك هذاك، شغل قد ما داش بزاف لي كريتيك عليك. فوالا سي سو. هي انا ماما صح، هي انا ماما يفوت عندي قبل ومن بعد يروح عندك. فوالا حبيت نحكي حاجه برك كي كنت صغيره عندي عمي مسكين. هي دقيقه غير هذه النقطه، هي سا ديبون مدام باسكو فرونشمون بزاف ناس يحكوا لي هي سا ديبون، باسكو كاين واحد المواضيع اللي بالك كون يسمع فيهم جاك يفو دو طون، مي جو بونس كاين واحد المواضيع اللي جاك فيهم ما يجاملش، كيما بايزام العبوديه اللي تخي تخي فوق جاك المنتع تاع العبوديه بهاد صوالح، فهمتي؟ ولا صوالح اللي يكون فيهم بالك لا لوجيك ولا صح ولا هادو الاخرين تاعو، كيما بايزام جاك عنده دي فيديو تاني شابين فيهم سا ديبون لي سوجي، اختاري لو سوجي شباب وخليه وريحي معاه وقصري معاه على هاد الصوالح. باسكو سيرتو العبوديه بزاف ناس اللي يدريبلو فيها هذاك الوقت هذا، وجاك هنا عنده دي ريبونس اللي دخلوا في الحيط. صح بزاف هما يقول لك نو اليوم ما كاش عبوديه، ما كاش هذه، ما كاش هذه، غير باش يتهرب. مي اسكو كلام الله كما يقولوا جاك يقولها بليزير فوا راه فرونسي، يقول اسكو كلام الله اليوم زعما ماهوش صالح ولا كيفاش نديرو، ولا اسكو الله هو اللي خلى اليوم ما كاش العبوديه. غير هذه دي بتيكاسيون اللي تضربوا شويه للراس اللي باش هو باش يروح يسقسي باش يروح يحوس جسمه. هذه لي كاسيون يطرحها جاك بزاف في هذا السؤال هذا. انا ما نكذبش عليك ما نروحش بعيد معاه راجلي، نقول لك علاش، باسكو هو اصلا عنده الكسل المعرفي، باسكو كي تروح له في لوجيك يقول لك ايه لا بروف، انا كي سقسيتو على الرسول قلت له لا تعطيه له بنتك قال لي وي جنح، شغل ما كانش عنده هذاك القدسيه هذيك تاع الرسول ما يقولش عليه، فهمتني؟ انا دوكا راني اون بي شغل راني عايشه معاه بياني، راني نلبس كيما نحب، راهو متقبل ما رانيش نصلي ما رانيش نصوم، دونك علاش نكسر راسي وندخل في جيستمو. هادي بغيت ثاني نقول لك يعني راكي اموركم مادام عندكم هذيك الكومينيكاسيون وعندكم هذيك لا توليرونس، جي بونس خلاص راكي وصلتي للمرحله. وابار خوتك قلتي لي عندي 11 ولا احنا 11 واحد في لافامي، على بالهم ولا كاع يخمو كيفك ولا كاين فيهم؟ عندي خويا الكبير كامل، وعندي خويا واحد راهو في ليترونجي، وزوج خياتي، والباقي كاع نو يصلوا ملتزمين. بعد عندي واحدة اختي دارت شريعة وراحت مام قرات في لبنان، قرات عند القرضاوي عند الغزالي، وشنو هي جو ولات دركا تشيعت جو بونس باسكو راحت قرات في لبنان
وتزوجت لتما تاني راجلها على كل حال جزائري، مي هما شيعة شغل يتبعوا المذهب. انتم فاميليا زعما ما شاء الله، انتم تقدروا تحلوا لايف وتهضروا كاع المال. بالله صح، انا يما اللي تعجبني، انا بابا مدين دايوغ، انا الكتب تاع ابن تيمية الكامل في التاريخ تاع ابن الاثير دايوغ دوك راني نبحث، راني نعاود نقرا من دراء وجديد. انا بابا لا انا بابا زعما مدين، وكان واحد الوقت يدير في الزاوية، هو على كل حال مدير مدرسة وزعما مدين. بصح انا يما ما استنيتهاش كاع منها، شغل كي بديت نوري لها لي فيديو تاع ميهو ما نقدرش نوري لها تاع جاك باسكو ما تقدرش تفهم وما تعرفش دايوغ ما تفهمش الفرنسي، تهضر غير العربية. فريمون فريمون كنت نهضر انا وخويا الكبير، قال لي يعني عقلها متفتح، قال لي واقيلا خرجنا ليها الوغ كو ماشي قارية. فوالا يعني ما عندهاش علاقة بالمستوى الثقافي، ولا هاد الواحد اللي يخدم عقله يخدم عقله يكتب عليك. وي ابخي انا ما نطولش عليكم بزاف، جوست انا على الاولاد اللي غيدوني في المجتمع تاعنا هذا مكان. والسلام عليكم، ما يبقى على خير. جيستم وصافا مع ولادك؟ أنا جاية. هيا خلاص مدام، هيا ميرسي ميرسي مدام على الشهادة تاعك. سلمي عليهم، ميرسي. كلها ترونكيلي.